مين اللي قال ان ما ينفعش ولد يتجوز بنت اكبر منه؟ مين اللي قال لازم يتجوز واحده شقره بيضه ولا شعرها طويل والا تبقى معيوبه؟ هو مين اللي قال اصلا الشقره دي هي الحلوه؟ مين بقى اللي قرر ريش السفره ومحتوياته اهم من العريس نفسه؟ مين اللي قرر ان في حاجه اسمها كليات قمه وكليات عاديه، واصلا الناس اللي في كليات القمه دي احتمال يكونوا داخلينها بفلوس؟ مين اللي قرر ان الراجل برستيجه في شهادته او في التايتل بتاعه في الشغل حتى لو كان طموح وشاطر وحرك وبيكسب كويس؟ مين اللي قرر ان الشياكه بدله وجزمه بكعب؟ مين اللي قال ان البنت ما ينفعش تتجوز قبل اختها الكبيره؟ ومين اللي قال ان العريس لو شقته مش تمليك ما يلزمناش؟ مين قال العروسه لازم تلبس فستان بالالافات وانه العريس لازم يلبس بيبيونا عشان يبقى شكلهم حلو في الفرح؟ مين قال ان الفرح لازم يكون متكلف جدا والعروسه والعريس يقضوها رقص قدام الناس والا هيبقى فرح وحش؟ مين اللي قال صالون لازم يبقى قد نص الشقه ومكتوب عليه ممنوع اللمس؟ مين اللي قرر ما ينفعش نتجوز الا لو البيت كله جاهز ومفيش حاجه لسه ما اشتريناهاش؟ مين قال ما ينفعش نسمي اولادنا اسامي معينه لان الاسامي دي منتشره؟ مين اللي قال كل ما تجيلك فلوس لازم تحوشيها وتجيبي ذهب والماس ولو سافرتي وصرفتيها على نفسك تبقي هبله ومش عارفه مصلحتك؟ مين اللي قرر ان العيال ما ينفعش يشخبطوا على حيطان اوضته؟ مين قال ان الزوج اللي بيساعد مراته في البيت مش راجل كده مراته تتمرع عليه؟ مين اللي قال ان المطلقه والارمله مواطن درجه ثانيه ينفع نستغنى عنها ونتلاعب بمشاعرها؟ مين اللي قال ان الشارع بتاع السايس تيبس لازم تدفع للبياع ولو ما دفعتش يطلعوا عليك يشتموك واحتمال كمان يضربوك؟ مين اللي قال للاسف مجتمعنا حط لنا قوالب وصور نمطيه غريبه لو جدع تخرج براها وتحاول تمشي بعيد عن القطيع، مفاهيم مغلوطه لو الاجيال الجديده مش هتغيرها هنبقى كلنا مسوخ بنلبس ونتجوز وندرس ونشتغل بناء على سيناريو رسمه لنا حد تاني. مين اللي قال؟